مرحبا بكل متابعين قناة كوك تيفي على يوتيوب. أهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد. من بعد ما تخطت نور ستارز حاجز 10 مليون مشترك على يوتيوب وحصولها على الدرع الماسي، ها هي تحتفل اليوم برقم جديد. وصلنا 10 مليون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مليون مليار مليار مرة. من قلبي مبسوطة. قلبي بعتي لي هاي مشان لمعها كمان. 14 مليون مشترك قدرت تتخطاه نور ستارز بالأيام الماضية، فقامت حفلة خاصة مع رفقاتها وعائلتها بأمريكا، فنشرت هاي الصورة على الانستغرام من الحفل وكتبت وصلنا 14 مليون على يوتيوب من كم يوم، يعني عن جد ما في ولا كلمة حب بتعبر عن حبي إلكم، بتمنى لكم السعادة من قلبي وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأحلى. فأكيد اللي جاي أحلى يا نور. فنور مثل ما بتعرفوا حتكون من بين لجنة تحكيم برنامج سديم لموسمه الثالث، حيث عم تتسوق من هلأ من ملابس وأغراض تحتاجهم خلال رحلتها بالبرنامج، وكمان عم بتحضر فيديو مفاجأة لكل الجزائريين بس ما صرحت شو هو الفيديو لحد الآن. وأكيد راح تنزل فيديو أو فلوج الحفلة، حفلة 14 مليون على يوتيوب في الأيام الجاية. مستنيين مفاجآتك يا نور بكل حماس.